فأمام النتائج الإيجابية التي حققها حزبنا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبالنظر إلى العدد المهم من المنتخبين الذي وصل إلى 11,000 منتخب تقريبا، كان لزاما علينا التفكير في أساليب جديدة للتعاطي مع قضايا المواطنين والبحث عن فرص جديدة لتنزيل سياسة القرب كما يريدها الأخ الرئيس عز أخنوش. لذلك نعتبر أن التفكير في إحداث الهيئة الوطنية للمنتخبين التجمعيين ومن بعدها الجولات الجهوية للمنتخبين كان بمثابة عرض سياسي جديد يأتي استكمالا لسلسلة من المسارات التي قطع الحزب منذ 2017 من مسار الثقة إلى مسار التنمية. السيد الرئيس، وكما يعلم الجميع، الحزب في جهة الدار بيضاء السلطات تصدر نتائج انتخابية على جميع المستويات. لذلك اليوم نحس بحجم المسؤولية وحجم ثقة الساكنة وكذلك والانتظارات المرتبطة بالتنمية وتحقيق التزامات انتخابية. وفي هذا السياق قمنا تحت إشراف السيد المنسق الجهوي السي محمد بوسعيد وبمعية بعض أعضاء الجهة بجولة جهوية داخل أقاليم جهة الدار البيضاء السلطات، تعرفنا عن قرب على المشاكل والإكراهات التي تواجه عمل المنتخبين التجمعيين، كما استمعنا إلى مجموعة من الاقتراحات والحلول الممكنة التي ستعزز التدبير الترابي داخل الجهة وآليات خلق فرص التواصل بين المنتخبين التجمعيين. وهنا لا بد من تقديم الشكر والامتنان والتنويه بكافة المنسقين الإقليميين والمنتخبات والمنتخبين التجمعيين على تعاونهم وعلى مجهوداتهم لتكريس سياسة القرب التي يريدها الحزب والتجاوب مع مختلف القضايا التي تهم الساكنة المحلية. السيد الرئيس، السادة أعضاء المكتب السياسي، إننا في جهة الدار البيضاء السلطات نتمن عاليا المجهودات التي تقوم بها الحكومة وندرك جيدا حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقومون بها على مستوى الاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي، كما نعتز بالإجراءات الحكومية التي تتخذونها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة تقلبات الظرف الاقتصادي العالمية. وفي نفس الوقت نتأسف لحجم الانتقادات والمعارضة الفارغة التي تتعرض لها الحكومة يريد أصحابها استغلال الأزمة لأهداف سياسوية ضيقة. وفي الختام السيد الرئيس، نؤكد لكم نيابة عن منتخبي جهة الدار البيضاء السلطات وكافة مناضلي ومناضلات الحزب أننا معكم، نساند الحكومة لأننا نعلم غيرتك على بلدك وأنت تنتمي لأسرة وطنية مقاومة، ونعلم كذلك تقديرك الخاص لجهة الدار البيضاء السلطات، وهذا ليس بغريب عليكم،